est sorti sur l'internet. Défendre les intérêts et les contre-influences dans. هامش الجمع العام السنوي اللي تدير الجمعيه ديالنا بالنسبه لنا، وهو غادي يكون هو غادي نديروا فيه نعطيو فيه الدبلومات الناس اللي تابعوا واحد التدريب عندنا في الجمعيه ديالنا وفي المدرسه الجمعيه ديالنا، اللي هو تدريب على النقل الدولي بكل الانماط ديالو اللي تتسمى بالانجليزيه الفريت فوروردين. وهذا واليوم اللي مهم في هذا الشيء هذا هو انه اللي كان تبع معنا دار معنا التتبع، وهي الجيزاد اللي مولات هذه الفرقه هذه اللي تبعت التدريب. واللي مهم كذلك هو انه هذا التدريب ديال واحد 20 ديال الشباب اللي تبعوا معنا هذا التدريب هذا، واللي الحمد لله وفقهم وتوفقوا وخذوا الدبلوم ديالهم. والدبلوم ديالهم اللي معروف انه ماشي حنا تنعطيو الدبلوم، تتعطيه واحد الجمعيه عالميه اللي موجوده في سويسرا في جنيف، اللي هي اللي تتعطي هذا الدبلوم اللي معترف به على الصعيد الدولي من طرف المهنيين في النقل واللوجيستيك. فحنا اليوم درنا هذا الفوج الاول اللي كما قلت لكم قبل نجحوا فيه تقريبا 80%، واللي مهم كذلك هو انه من 80% 60% من الفتيات. وهذا بالنسبه لنا واحد تشالنج، واحد تحدي، لانه بغينا هذا الميدان يدخلوا له كذلك الفتيات، لانه واحد الميدان اللي عنده اهميه بالنسبه للمغرب وبالنسبه للاقتصاد وكذلك بالنسبه للعلاقات الخارجيه، لانه تيدير واحد الامام شامل فيما يتعلق بالاتفاقيات الخارجيه، فيما يتعلق بالريغلومونتاسيون ان انترناسيونال، فيما يتعلق بالريغلومونتاسيون ديال الجمارك الدوليه، فيما يتعلق يعني عنده واحد الامام كبير بالعلاقات الخارجيه. وداك الشيء علاش حنا تنحاولوا مازال نزيدوا ان شاء الله بحول الله من بعد هذا الفوج هذا نديروا فوج اخر تقريبا، واش غيكون نفس العدد او اكثر، ونتمنى يكونوا اكثر، لانه غادي يكون يعني بفابور ما تدفع حتى شي بالمجان، ما تدفع حتى شي حاجه، لانه ممول من طرف الجي زد، وننفعوا به الشباب ديالنا باش يزيدوا ياخذوا واحد، لانه هي مهنه، واللي مهنه اللي غادي تخليهم يلقاو الخدمه بواحد الطريقه سريعه. وفعلا هاد الناس اللي تدربوا عندنا، ذاك الناس اللي نجحوا اللي 18 نجحوا، كلهم لقاو الخدمه وكلهم بداوا يخدموا من اللي خداو الدبلوم، يعني هذه واحد اكثر من شهرين باش بداوا يخدموا الحمد لله. وهذا راه هذا تيفرحنا كثير.